السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. بخصوص جواب الحلقة، نعم، أنه هل لماذا المهدي عجل الله تعالى له الفرج لم يترك بعده، صحيح لم يترك بعده أحد، صحيح؟ أنتم قلتم كيف يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك لنا إماما معصوما يحفظ لنا البيضة أو يرعى الأمة، فنقول وكيف الإمام غاب ولم يترك لنا إماما يحفظ لنا الأمة؟ نعم، السؤال على النبي محمد صلى الله عليه وآله إنه توفى، والسؤال على الغائب عجل الله له الفرج غابة، ففرق أستاذ وليد بين المتوفي وبين الغائب. الغائب موجود والمتوفي راحل، فيعني أكو تفاوت بالسؤال. يعني هي كلها الإشكالية عندك إن ده توفى وده غائب، لكن مش مشكلة عندك إن لما اللي يتوفى ويترك الأمة كده، لكن الغائب هل ترك الأمة كده هملا ولا إيه؟ يعني المتوفى خلاص بحكم أنه توفى، تمام، توفي فخلاص ترك الأمة كده، ما برضو الغائب نفس النتيجة، الغائب نفس النتيجة. يعني دلوقتي واحد اتنين دخلوا بيت، واحد توفي جوه البيت والتاني قاعد مع المتوفى جوه البيت، والاتنين ما خرجوش للناس، النتيجة في الآخر واحدة، ان هم ما خرجوش للناس، صح ولا مش صح؟ ان هم مش بين الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، يبقى المحصلة واحدة. فانت ما تجيش بقى تقول لي اصل ده توفي وده غائب، فالمحصلة واحدة انهم تركوا الأمة بلا راعي. لكن هو اذا كان موجود فما يصير يترك واحد بمكان الاستاذ وليد. يا عم احنا المحصلة واحدة دلوقتي، ان هو في الاخر غاب، دخل بيته وقفل على نفسه وساب الامة بلا راعي، يعني كأنه هو المتوفى واحد. نعم، اذا نتحول الى سؤال سؤال ثاني، وهو انه موجود ولكن لماذا لا يتفاعل مع الامة، صحيح؟ هسه انتهينا من انه مثلا لا داعي من تخليف أحد بعده لأنه هو موجود، بعكس النبي محمد صلى الله عليه وآله لأنه توفى، فلا يجب أن يكون هناك بعده أحد، صحيح أستاذ وليد؟ يعني ننتقل يا أخي، الله يبارك في عمرك، المحصلة واحدة. أنا قلت لك اتنين دخلوا جوا بيت، واحد توفاه الله والتاني جلس مع المتوفى ولم يخرج للناس، لكن في الآخر الاثنين سابوا الرعية بلا راعي. يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله ترك، استنتجت من جواب حضرتك أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله ترك الناس بدون خليفة يرعاهم. أنتم الذي قلتم هذا الكلام، قلتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوفاه الله ويترك الرعية بلا راعي يحفظ لها دينها، قلنا وكيف الله عز وجل يخفي المهدي ويترك الأمة بلا راعي يرعاها. العفو أستاذ وليد، لأن حسب فهمي أنه بالفهم الشيعي أنه ترك النبي محمد صلى الله عليه وآله راعي لهذه الأمة وهو علي بن أبي طالب، في رواية الشيعة. يا باشا أنتوا اللي بتقولولنا إحنا كده، أنتوا بتقولولنا، أنتوا بتلزمونا بده، ماليش دعوه باعتقادك. نعم. انت وترك مين، انتم تلزموننا. نعم. لاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منصبا، يعني لم يترك خليفه، فقلت لنا كيف يموت ولا يترك خليفه يرعى بها الامه، يعني خليفه يرعى الامه، قلنا لكم وكيف. نعم. يغيب. نعم. المهدي ولا يترك لنا خليفه يرعى الامه. مو اعتقد جاوبت الاستاذ وليد انه هو موجود فلا داعي لتركه لخليفه. انا عايز اسالك سؤال. اسالك سؤال. نعم تفضل. هل الغائب موجود؟ نعم. ازاي موجود؟ موجود ولا يعني ما هو الذي يدل يعني على وجوده؟ نعم. طبعا يعني اذا تريد ترجع باب الروايات، الروايات اللي وردت عن آل بيت محمد. يا باشا سيبك من الروايات المكذوبة دلوقتي، أنا بسألك كده عقل العقل، أنا بسألك عقل العقل الآن، أنا عايز أقول إن فلان ده موجود.
ما هو عشان أقول إن هو موجود وإن هو إمام وإن هو معصوم لابد أن يكون له أمر وله نهي، صح ولا صح؟ صح. بس لا لي أمر ولا نهي. شكرا لك.